40 تتحول إلى عملية تمرين لتأسيس المجتمع الحضاري. كيف؟ المشهدية التي الآن نحن نراها بأعيننا، مجموعة من الناس تتقاطر من كل بلدان العالم، فيهم الشيعي والسني وفيهم الزيدي والإباضي وفيهم المسيحي وفيهم حتى نحن سمعنا حتى الآن بوذيون شاركوا نعم أيضا في نعم هذه، نعم بالجاذبة الحسينية يأتون إلى كربلاء. إذا نظرنا نحن إلى السلوك التي يسود في الأربعين، تراحم، تعاطف، تواد، تكافل، محبة، لا نسمع أنه في الأربعين يحصل أي حادثة عدوانية أو حتى في أذية من شخص إلى شخص آخر. يعني مش مجتمع السلم، سلم مطلق، مجتمع الأمن، نعم، لا خوف عليهم، واحد نعم. بيغسل إجرين الثاني، واحد بيخدم الآخر. واقعا هذه المشهدية التي الآن نحن الآن نراها بأم أعيننا ليس لها نظير. نعم. فكل ما هو موجود الآن في حركة الأربعين هو صورة مصغرة عن المجتمع الحضاري المهدوي الذي نعم. سيتأسس للدولة الحضارية.